انتم عائلة جزائرية معناتها مستقرين في البلاصة هذه عندكم برشا. خابين في تونس. مولود في تونس. مولود في تونس. تعرفش يروحك من الجزائر منين؟ لا ما عنديش حتى فكرة. من الجزائر وكهو والله أعلم لي. ما تعرفش معناتها بوك الجزائري و الجزائري بوي خلق هنا. خلق في تونس، جدي خلق في تونس. وتوا أنت معناتها مازلت أوراقك جزائرية، باسبور جزائري. جزائري، جيبي من الأوراق. جيب ستور. عامل مطلب في الجنسية من 2004 يظهر لي. التو ما ثم شيء. جدك جزائري. جزائري. وأنت مولود في تونس وبوك مولود في تونس مولود وكل. ما عطوكش الجنسية التونسية. التو ما عطوهاش لي. عليه. ها. هي مالك كي عرست معناتها كيفاش عملت؟ كي عرست خذيت تصريح من القنصلية. جيبي بطاقة تسجيل. هذايا كما تشوفوا معناتها من لافامي إبراهيمي الجزائر. ما تعرفش منين. ما تعرفش الجملة. خلينا نرجع. كي عرست بتونسية كيفاش عملت؟ مشيت للقنصلية خذيت تصريح باش نكتب ازداد. بيه. وكي تتنقل معناتها في الشارع كيفاش تتصرف؟ تجيبي الأوراق. جيبي الأوراق طويلة. نتنقل يشدوني الحرس مثلا يطلبوا المركز التستور باش يقولوا سيبوه باش سيبون. والارض تملك لهنا؟ الارض شويه انت شاب قاعد اي معناتها عندك شهاده ملكيه امورك واضحه ما عندكش زي. ما عنديش يا الله عاد كيفاش كيفاش تونسي بالاسم وتزيري بالباسبور هلا غلط ضايعين ما ادريش روحي لا تونسي لا تزيري هاك صغير انت مشيت الجزائر مره مشيت مره واحده وين مشيت عندي خويا غاديك وقتي خوك جزائري عايش غادي خالق هنا وبعد مشى استقر غاد وين يسكن في قسنطين في قسنطينه اي انا بدينا نقربوا شويه معناتها العائله تنجم تكون في قسنطين لا ما تنجم تنجمش تقول عنده اخته في كيفاش عنده خوه في قسنطينه وعنده اخته في عنابه معرسين غاديك يسكنوا غاديك اما هم يجون نحن ما نجموش نتنقلوا لهم ما نمشوا لهمش انت تونسيه بالطبيعه انا تونسيه هاي بالطبيعه نحب نمشي معاه ونتعرف اي راجلك جزائري معناتها تحب لافامي نتاعو تعرف نتعرف فاميلته واخواته واولاد اخواته في فروحات في ميتات ما نمشوا لهمش هم يجيونا في كل وقت نحن ما نمشوا لهمش بحكم الاوراق بحكم ظروف بحكم صغار ما نتنقلوش نرجع لك معناتها ديما الريشيرش نتاع العائله نتاعك يعني كي تقول فامي ابراهيمي في الجزائر معناتها في الشرق الجزائري بالطبيعه جدك ولا لوليني شو اسمه جدي محمد بن عمار اعطيني الهويه نتاعك كالرباعيه باش الناس اللي تفهم تنجم تعرف اصل جدود عمار بن عبد الله بن محمد بن عمار الابراهيم ابراهيم عبد الله بن محمد بن عمار هي عاود لي الهويه ترى عبد الله بن محمد بن عمار نرجع للموضوع المهم في الفقرة هذه وقت نحكيه على العلاقات التونسية الجزائرية على العائلات التونسية القاطنة بالجزائر أو العائلات الجزائرية القاطنة بتونس بأمور طبيعية معروفة الأمور واضحة لكن وقت نقولوا احنا عنا عائلات جزائرية تقطن في منطقة جبلية معزولة شوية بعيدة بجوازات سفر جزائرية هيا تشوفوا فيها مانيش نحكي على الأصل كمشكل لا لأنهم عايشين توينسا ما فما حتى اعتراض وما فما حتى إشكال لكن الإشكالية فقط من خلال هذا البرنامج أنه نجم نوصله نعرفوا العائلات ببعضها عائلة الإبراهيمي في الشرق الجزائري اللي عندها ربما فروع في تونس لهنا عائلات جات في الليزاني كارونت في الأربعينيات واستقرت في تونس وما رجعتش الصغار ما يعرفوش العائلات نتاعهم يعني جد توفى الله يرحمه البو فما اللي توفى فما اللي مازال حي لكن التروازيام جينيراسيون ما تعرفش العائلات نتاعها ما تعرفش الفامي نتاعها في القطر الجزائري كل من يحمل لقب الابراهيمي ولا يعرف شويه من الكبار نتاعنا التاريخ نتاع البلدين وقتاش العائلات خرجت من الجزائر واستقرت في تونس في الاربعينيات نجموا نتواصلوا مع بعضنا باش العائلات على الأقل تتبادل الزيارات والناس تعرف بعضها
هذا هو الهدف في دور لي لتسعى له الناس الكل ان شاء الله. هذا هو الحق. اضافه لي انت مولود في تونس وصغارك تونسة حقك في الجنسيه ان شاء الله. عندي الحق. عندك الحق بطبيعه الحال. هم قالوا لي ما تنجمش، قالوا لي ما تجيب ان لازم جدك خالقني وجدي خالقني هو. معناتها لازمك تجيب لهم جد ليه تبدل القانون، راهو تبدل القانون معناتها لازمك تمشي لوزاره العدل وتعاود تدفع. وقتاش مشيت؟ الدوسي في وزاره العدل. وقتاش مشيت؟ اخر مره مشيت جيب الدوسي، جيب ما عندي الدوسي. باهي اخر مره جاوبني انا، قول لي اخر مره وقتاش جيت مشيت. والله نسيت، عندها برشا. عندها سنوات. سنوات. باهي نتبعوا الموضوع مع بعضنا وتمشي لوزاره العدل من جديد. ان شاء الله نمشوا.